بقراني وإيماني وتدبيراتي قراني بقراني وإيماني وتدبيراتي قراني أعز الكافر الجاني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني أعز الكافر الجاني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني بقراني وإيماني وتكبيرات إخواني بقراني وإيماني وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني أهز الكافر الجاني بقراني وأحمي منه أوطاني بقراني والعمل بالرخصة يتطلب بالهدين إلا عمل فراغ الصوت وفقير دونتو ووحي أصل كهو كتبه وحي أبا أنت لم يفضل أبا لم يفضل أبا دليل كهو وحي وحي أصل كهام حاك وكريسة وحقوب اللي إنا تتلقى الطوام حي دليل بلا إنا دوشي أصل كهو كتبه أدوح كأهد وحن كلي أهد إنا كل عمل البشر يسأل الحمد لله أرجع سيد الجبهة يا الله أو كلمة زين سورة الفجر الله القرب عالم إذا صلاة سورة قصة خنايا وكعب البيت قصة له دبلنا هذا هو دك قلينا ما أعرف إذا صلاة دك عليه صلاة من دهور ليلة يبغى لك إذا يسوى يعني بعد صلاة كمار صبح هاي قلينا أو صبح أو ليلة بس عندها صلاة بدرة هذه اللي يلا دهور ليلة تكتئي وقف مسلم كالدهور ده يقدر تكتئي سوى ذلك وكل سمينه لا يكلف له نفسا إلا وسعها لكن إنه قفه صلاة بيعي أو لكع مبتلي أما كوفت ذكري مبتلي يقول ذكر الله يقول الله سبحانه دليل حين دليل ليه ما حين دليل ليه حين صلاة أختي إلى أن الصلاة كانت على من الكتاب المقبول كان صلاة أختي إلى أختي إلى دليل العقلية إلى دخت قلت كل كتب حين دليل ليه وأبو بكر تي سؤال كعب أما أبو بكر تي سمع الرجال يسمو يقبل فرفر بدل كتب وأن كان أنا أبو بكر تي وحدي كاسي عليه وقف الله وياك أما هو سير يقف هو ذا حب بدل أبو بكر تي وياك هي عيش هذا ولا يقول يعني لكن ما نقول بالصفة دي هذا هو السؤال اللي نقول بالصفة يعني هل هو ذكر قلينا يعني وحش دليل ما نقول مسألة اللي نقرأ تنا ده كان لنا أبي سوشنا يعني إن أتراه وحنا عنده وجه بنان تاعي وقيل بنو هاي الصلاة قيل قاسم كبر كبر بحنا يا دليل كبر بحنا قل بقول لي يا ترى نادي خير ولا يال بل الإنسان على نفسه بصيرة بني آدم يسجع يا يسجع حيا سادة مقصود مسلم كبر من غير بعين إن الله يعطي سبحانه وتعالى ويسجع قوك أنا نفسي سبا ظني يملا بكتير مسلم أربعة حدود إلهي كتب الله أرمى الواجبات إلى هدايا النساء إنه وقف مكة سبقا ربي بيه أرمى مكة ولا ليال إنت سوى وحن سيهاي قضوا كان دمشق طلاها إيوب بحاجة اللي في موضوعنا كان ربما كان يجب تبوك رخصوا وفعلوا كلمة رخصة وحيكتني أصل كيدو رخصة على وزن فعلة رخصة يرخصوا والفريدي وعرفوا على وزن ما شاء رب صلى غصه لانتقى درعي قلت لانتقى سوي درعي أما رب صلى سعره سعر كبا غالقا هوا مقصاني أو يعني غصر لكن رب صلى حقا وغلا إيا حقا إرأي بحنت شرعي لمكة لفلا وحي مركة وراء أفكان وقف سمين كدوائي بقال لقد بحنية سألان تكتب عليك وكا وحي مركة وراء تربطها وغالقا أيها الغير أيها وعجل في مدبر الغذري الكمية الغذري أيها مركة تريد الغذري مخلص وغذري علم الوحي كؤلي بحيان وصدى حقا أصوليين تنفق هذا ما شمع العذر مع قيام السبب المحرم
وحن أقبل على هذا عبودات جسدي أقبل على هذا يدعو وحي حرامين يرون ماشي يعني وحرامين يا ماشي يعني حرامين يا يلا لكن عبودات أقبل على هذا السؤال يمكن أن يخطي العنى وكلوي دليل حرامين هو يلا وقت لأن عنا حرامين لكن عبودات جسدي بالله أقبل على إنه على سموه ما بين فوق أما ما على المصيبة ويكون على وقعه أيه بقي مبصر مكة وقاسيه وقف مكة وحلق الرواء يعني ما على المصيبة هذا الدين ديال كل أمه لكن مكة قال كروا يوحي راعي أمري أنا وحي لقدر يا بيت وكهل كروا ونفسي سيهلاك وكلام ما تروح لما تقول عيو مركة سمكة دي توحي في الظهر يسأل بابك له ومكة وقف وقبحه أصل كل توحي ورا رياله الأصل في شرع العزائم أصل بوحوية سيد الدين الله تعالى قال إنه هو عن الفرق سادف القرآن وحد كوار كيسائي سنة الله تذكر لم بين أي نقطية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا أيها المرض ساسا بقول الله سبحانه وتعالى دضوا ومنين في يوم لك سالما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآيات إن نسوق بكلمة يا أيها الذين آمنوا ترضى القرآن كسوء الرعي قفكم مركا عليه يا أيها الذين آمنوا أسكرضى بغن ما أنت أدبكم الجو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أنبكم الجو وأركب حياة وأوحي مارك أنا وحيبا هنا يا جلال أفضل سمركة وإن الموضوع على ديال أمود لها قرآن سمركة يسو نظوة تدك سجود بورها الله يعني لك سامي ماي يا عبدها هيسا يا عبدها هيسا محايرة أصل وحوي إن دينتا تدك على الفرن رخصد ورها الله إن دك وحلوظ ضيديو والله لن نقصامي دينتا لبس يدعو مقتا مروح للمقتا سجود مروح للمقتا سجع سيكون بين مغطاة دينتين ونن أي مرصة دينتين ونن بان حريصة دينتين ونن با واحد فضوة دينتين ونن با واحد صنعينة إيا ورمان سكتو من يان حريصة سادة القرآن وعكوار كيسا الله سبحانه عز وجل إن النبي سكول إياهي وحا تهي رحمة بعض السلطان من حريصة يعني وحا اللي روحا الله تلان حريصة قرآن جوالك كيسا وبقليه سبحانه وتعالى ورحمة وان حريصة نبي الله عليه الصلاة والسلام والسلام وله أنا الرحمة وحنا إن حريص كان دل دل مكاك دل نديك إن شاء الله دين تمرجع يلا سوا دول دولا بيفضل ده هاي أو إن حريص ما لك بدنا ويكم بقنا إنسان وحكم بقنا إنسان عقيدة وعقيدة الإسلام هو حفظ أو سهل أوقف بين آدم كيفها من ترى كن على الفريق مرك الله عبادة كم بقنا إنسان وحلي الله إن الله سبحانه وتعالى أو وحلي مصمينكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما لم تروح على الغرباء شمس الله الى التكتب شمس الله الى التكتب صلاه انت قال ليس ترى يعني قف انه صلاه يعني وعلى غير يعني هذا 8 دقيقه دو تكتب صلاه قف يا ليت كان شنطه قف على غير افر يلا باطن في ساعات اي ساعات الصلاه اللي احنا دقيقه هاي الى البخاري الله سبحانه وتعالى شن دقيقة وأذكر فطري حتى الله فضي اليوم يعني ما أردت شن ما أردت صلاة وشن لا تنبغ شن لا تنبغ يوم إن سيكتها بقول كيبا وقت الإلهي كسي مالك سبحانه عز وجل سانس قفض الله دينتو أصلاً بعبادة الفضل ده بل سكلا فيه حر بي لقرب سبحانه وتعالى سنة كيو لو حين شقي سنو حتى الله عقل هذا هاي سنة كيو لو حين شقي سنو أيا لقرب أقول كي سكبوي سكاتو إن أبد الحسو لابد الحشن بقول كيبا أنا وحورها وأفرت الروقي مال حامي أفرت المال ومال بين أي كارب سبحانه وتعالى مكان بربر بكتو يعني عشور طلقت هذا ذاتك هذا هو دمالي يكون والمعي أنا جزء بدو جبتان وكلام عشور تنسى لقد هذا بس سنوات لو سنوية الله رمك هذا وحال لقد هذا بل بل كالصلاة عشور بلقى هذا وعلى قابل يا شخي زطي أفرت المغل كيلا أما سير سن بقول كيلا أما كنت بقول كيلا مرقات الله يحبه إن لقان على سبت قال هكا إسلام أنا كارو بالكسر لقان على سنة كيولا لقان سنة كيولا عشق يسطو
ayaa maxaa laga rabaa 300 iyo 400 ma aha oo kala far ku dhowey 40 meelo marka laga dhigo meel bay ilaahay ka dooneeyo subhana wa azza wa jalla waxa uu u qanisaa hajji hajji waxa la yiri qof yar oo weyn lagu male walillahi ala nas tibbi bayt man istaa ila sabila qof yar oo weyn lagu male gabadha mahram haysan lagu male qof yar oo weyn lagu male qof yar safar kale lagu male zakada bafteeda la ina ma oran illa bi illa hawra shaysa si azgo bixisan laakiin waxa la yiri qof yar oo weyn haysta oo ilaahay xoro siiyo ayuu markaas sidoo kale ku wajibaysa ramadaan yani sanadkii hore Soomaaliyeena ma oran lix biloodna Soomaaliyeena ma oran hal bil ba ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaa marka sawir soo keeda aad iyo aad loo fuliyo yani maxaa laga dhigay habeenka oo waxba ma oranayna maalinkiina waa faysanay yani waxay ka mid tahay fudaynta ilaahay diinta ee fuliyo subhanahu wa ta'ala qof aan soomi karin oo soom ku adag yahayna iyadoo fudud baa hadana laga sii fuliyo waxay ka muuqanaysaa mucaamaladeeda iyo habdhaqankeeda islaamku markuu zinada xaaraam yahay guurkii baa dhameeyay guursaa dhameeyay markaasaa waliba ilaahay subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa bay nagu tirtirsiiyeen waankixul ayaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaanikum oo nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ya macshara shabaab man istataaca minkum ilbaata falyatazawaj guursada nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam markaa dar baa kutoo waxaa la ogeysaa boqolyaha katoolig oo kale maalan cala sabiil mida tusaale ahaan baadadigii iyo sooradii iyo waa la fadhiyaa oo waxaa la yidhi guursan karo inaad guursataan ma banaana xaaraam ku dhigay fitradii ilaahay dadka ku abuuray iyo shahwadii rabbi subxaana wa tacaala bani aadamka geliyay iyo khilaafaysa taasi markaa waxay kalisay in markii wixii ilaahay ugu talagalay shahwada in lagu gudto baabkeedii la awday inta munkaraad lagu dhaxay waxuu maa tacaruurka yar iyo ubad iyo wax laga raadiyey oo markaa fitan fara badan markaa dadkaasi ay ku dhaceen maacii iyo kala iibsigii ijaaradii iyo maaragta allah subxana wa kala maaratay karaysigii guurka haddii la heshin waayo weligeed iska lusha sharciga nama oran yani waxaa lainoo baneeyey waddo kale lainoo baneeyey qolyaha guursaga markay suusanayaan waxay yidhaahdaan xabaasha ina kala baxaynaysa innaga saaku sidaas soo yani waxa weeye guurku maqaasid iyo ujeedooyin dan uu leeyay ujeedooyinkii iyo maqaasidii iyo dani haddii laga gaari waayo oo diintiina xumaanayso adduunyadiina ay qarinmayso makhraj ba ilaahay noo baneeyey subxaana wa tacaala walgalasii kale فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق مرتان فإحساس بمعروف التصريح بإحسان يعني فضيت لمكة الدين تيدو ما لها سيما لك وترى بغني أي كم مقرصة وفضيت البيوت وحتى لا فضيت مكة خاصة قف في دين تي سلا أفضل ضي أي كو أتكاتو وكو عمي فلي كالوايا إسالة مكة وحنا هدنا شرعي وقسي فضيت فضيت بكرة qofki salaadka sidaa u fududay dukan kari waayo oo saali kari waayo waxaanu leenahay si nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam salli qaaiman fain lam tastatic faqaaciman adigoo istaagan tuko ma awoodi kari weyo fadhiiso fadhiga ma ku dukan kari weyo facalaa jambika dhinacaada u maarata jiibso diintu marka inay rukhastaa leedahay oo sidaa u fududahay oo fudaydkeedu si guudna u fududahay si gaarna u fududahay adilada tirada badan lama soo koobi karayno laakiin iyaba ka aqeyna hadii alla ka dhiga insha allahu tacala biidni illah adilada guud waxaa ka mid ah kuwii markii loodaan tilmaamaynay ee rabbi nabigiisa ku yiri wamaa arsalnaaka ilaa raxmata linnaas waxaanu kuu soo dirnay dadka inaad naxariis u tahay si guud baad naxariis ugu tahay waxa aad la timi waa wax fudud oo lagu dhaqmi karayo nabigu na yiri calayhi salaatu wasalaam ana raxmatu lmuhdaa waxaan ahay naxariis baan ahay baa nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka uu ku sheegay hudan waraxma inuu naxariis yahay bal uu ku bilaabanayo bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magaciisa tilmaamaya naxariistiisa waxyaalaha tilmaamaya diinta inay fudud tahay oo iyadoo nabo rugsan tahay oo naxariista ay sahlan tahay waxaa ka mid ah aayadda rabbi subxaana wa tacaala maa yuriidu llaahu liyajcala calaykum min xaraj walaakin liyutahhirakum waliyutima nicmatahu calaykum lacallakum tashkuruun ilaahay subxaana wa tacaala dooni maayo wax culaysa waa inuu saaro maa yuriidu llahu liyajcala calaykum min xaraj waa nakiratu fi siyaadi nafsi ilaahay subxaana wa tacaala wax culaysa waa inuu saaro ma rabo wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ilaahay subxaana wa tacaala diinta dhexdeeda wax culaysa ma dhigin waxaa ka mid ah aayadda rabbi yiri laa yukallifu llahu nafsan ilaa wusaxa nafna ilaahay kuma kallifo
إلا وحي أولك للسماوية وحي أولك إلى هذا التمرد سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام إلى يحكوت المامي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إله سبحانه وتعالى ونبي سبحانه وتعالى ضدك وحبا غير يا وحا وعنسان وحبا يا وحا عليس يدي دينه هراء إيه وحياله حركها البعض لا أي كفر فريان وحسهلا أي نبغ لك مريان سهل بلاي سبحانه وتعالى وحقلوا بلاي ولو شاء الله ما أعرفتكم إن الله عزيز الحكيم فبهذا الدور دينته ويدكوا أتكلمها لكن بل بالبوح وهي نقرر إن دينت لسوعنا فيه وقفوا استعمال دينت كلمه حركوا الحرم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لن يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر دينت وفضل بها وفنا السماعات فيه إلا وكعت كاتا نقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقالوا عليه السلام عليه السلام كأذوا فهمها موضوع عبد الساق والسلام الوحل السد يعني وحوة شيء شلاء يبتع هدينا ما شاء الله ذريعه كل فن كلمة وقالبه كل دوال معناه دوال حي مركز الشيء اجتمعي أما دلتوا أي تتقاد بالشيء الشيء دلتك كيلا براي واضح السمعي لبيع وما شاء الله بهدف كل كلمة وإنه دلتا وحقلوا إينا كل كلمة 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 تانا وحلقية الله قومك على كرسي ولا تسمع، أنا عينك على كرسي ولا تسمع، أجيبه وحلا هذا بعني هاي، أنا مبيده تقول، هدي لكن أنا تاء أولي كريم، ده قومك كسر كيسة كل فوق، تاء هذا أولي كريم، دائرة كلا كرسي وين، يدنا تقول شرع وصل، يعني عبادات يا معاملات وحلا هذا جرب، سيد الله قلت لك علينا تسمع، ما أولي كريم يا سيدا كل حتى المركب وسهلا أي المركب وسهلا سأجل البيان نقول عليه الصلاة والسلام سددوا يعني واحد مكتا إلى المركب الشيء شاء الله أكبر وغالبوا هدينا لا أكبر كلمة كل دولة من نقول عليه الصلاة والسلام وردوا حقران سكولية يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى إلهي سبحانه وتعالى فرد من الأربع ولا يسر من دون ماي نقول عليه الصلاة والسلام قول كيسا يفعل كيسا وكم وقت دينتني فرضها وحكم الله حديث سالم النبي صلى الله عليه وسلم وأدوت النبي أنه كنت صادقا موسى وجهي مركو نبي الله موسى إني نبي موسى النبي أنه كيبي ارجع إلى ربك فاسأله تخفيف إلهي كل أبوه إلا نافضي ديو الديسو نبي مورا إلهي يا عباد الله هو وجهي أو سيدة نبي أنه كنت صادقا أمد إلى المثلية نبي إلهي كل أبطي وحنه ويديسي إلو إلهي كنت سبحانه وتعالى أتمنى صلاة الله عليه إلا ما شنك على غيره. أدل ذات قولك يا فعل النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها القرآن كي تسكت حكمة المامية دينتني أصلها مفروضة هاي وسهلتها هاي ويغنى لهم صفحة هاي إجماع المدرة ساقي سنة المامية وحد جناب المريد وفضلت دينته كم مغنية مظهر كان سكة وخاصة مغنية سكة خاصة وحيدة سيدة جود وفي أي قوات كارتو هذا هو الله يسكت قرآن كما حضر كيسا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صوم كمرك الولاء الله هو فلديها أي واحد يقف في حمل صنعي يقف في مسافر ما المكة لها في الصبر أو دولة تلصوا في سنة حالي وعلى كيسا نفقضة منك اللي هو الجميع الرئيس كيسا اللي هو الجميع مرك أوحي ولا يصبر هي مرك فقيرة وكالتا ربيوح لليوم تغضو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وفي حولها عيسى حول عيسى فرح الله حتى بحيه كان وحبه عيسى اما الرزق اللي وحب الينا وحب مكة عيسى وحكى بحيه وحذرك عيسى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا من الصلاه صلاتي ان هذا الهوى فضوضا او دل قد الشندق يتمدى قوي اي واحد من مكة المسافر تاعي واسفر تجده لباس مكة معها هذا صلاتي في الرزق دين مركا ولا ضياع سيدا يقولنا وقفوا ضد هاي سيجارنا وقفوا ضد هاي قفوا مركا يكو أتكاتو وحي مركا اللي قدر المركا يقصنا يوم قدو كان بمبئ وهي مركا كاينو كان دينا نشاء كان يقول يا دين كان يفضل ضد هاي
أو دين السماحة هاي أو سهلنت هاي الموضوع كاي وحي سهلنا ما في هروا يسير هاي فوضاء الحريص صحة أي أتفقار ظروف خاصة هاي صحة وحي كل في كريسة إن سيرة تدعي وعلى في الكروان محل ورنا يا مرك محل ورنا يا مرك وريف فضيلة فلما سير فضيلين كرام مركي ورين حريص هاي نحريص كلا نفسي يجي كرام ما يعني يعني هو قف كم ظروف تصل قيمين يا ليه يا شرح قيمين يا ليه يا كذي مركا صار لقى فضيلين يا وحي مركي ورا بفضلاء موضوع عند مركا وكاس سجل مركا فاهم عند الله تعالى كذا إن شاء وعند كذا إن حكم رخصة رخصة حكم كذا تمحي الرخصة لقى تو حكم كذا وطلع عن كذا مواجهة قف هدول دين تحكم لكم على كل كذا وهاي إن أنتوا عالم تغير هذا أنا بروح أحكم على كل كذا زيها مرضي واحد نقطة حرام نقطة مرضي واحد نقطة واجب نقطة مرضي سنن نقطة مرضي كراهة نقطة مرضي بواحد سنة هذا أنت صار يقول مرضي تواجب الفعل إن رصال وعمل الفراغ مرضي واجب نقطة وأصل قف في نفسي سجيري وغض غير كلام إنه مرك بخت رحنا يواجه ومحاول دليلا وحاول دليل عيد ربي سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلقة ولا تقتلوا أنفسكم آيلها سأتريها فمن يضر غير بار ولا عادي فلا يثم عليه أفهم مكا مقتب عرائي مكا واجب يكون غريسا معي هاي أديك نفسي سيدري وحكم إذا واجبة أطرقي من إن لقد تقال أي مكا واجب غريسا وإن لي ماذا مكا حرام غريسا دي هو العكسي هذا وأسنى قفك يعني صومك لو رب غيره كل انتوقع لأنه نفسي سأخذ بذلك سكاريس وقت كان صومك لأراضي مرتي وقت الحلال وصوب المي وفي مركز سكون تحت درن قبة وهدي ومركز صومه ليس لي أنا كره على أنا أربع إلى تلت السوق هذا أما قف وين مارك هذا يلا شو حسن قف سوق المرأة إنه الصوم أنا حرام من قريصة إنه مفصل قاطع واجب لك من قريصة هذا مركز صومه قف عاصي ودمباري أي مركز مرايا حديث النبي الأول قال عليه الصلاة والسلام نبي ما يعكي رجلا قد قلنا عليه لله به يظل سفر بمجره هل سوى متفق لأنه هو أكد بالبلد والسمي فقال سأل نمر محام عي فقال سأل هو صوميو صوم بقوات في سكر وعي مركز سأل نارك بالبلد والسمي نبقى مركز سوحي عليه الصلاة والسلام أما إنه فقد عصى على القاسي نكا سنبقى واحد عصي عليه الصلاة والسلام مركز سوى سوى الله العليسة أي مركز هذا نغفي للغاية وإله العاصي سبحانه وتعالى مربع وحن نقوم كراء وحل إلى هذا وصدق الله بمضاعي سنة وإن لو أعلم كراء مركع السنة وأصد الصومك لمن لا يشق عليه وفي صومك لا تقوحين يعني سفر يبدأ كريسة هل سنك يبدأ بكتر كريسة تصارعان كون هي من هذه وأسا عالي يصد الدقيق وقياسة مرحس وحكم إذا بيع السلف أو بيع السلف
نبي قلت عليه الصلاة والسلام ليس صيحة ولا طريقنا ليس عندك وحادا خاين هايبن سالمه صلى الله عليه وسلم وحادا عن السجد لكن واحد كران مرأي بنانك وحادا خاين وحادا خاين هايبنسو هو قوما ومخي أطمح التلمانك شركة وين باتاي أنا نيو ويقف ويرمارك الله يمسعان كان عصراء باتاي أنا أفرق بذل بنيسا شركة باتسمينيسا شركات المركز سبعة وتسعين إذا تصالح كل كذا تربط المركز سبعة وتسعين مركز سبعة حلا هذا هو حكلي العرض سوق قديم وحنا نقول سبعين أنا كل كذا وي أنت أصو معرفة من التروبيا وقالا أنا قرر أبو قال كرا متيريات وحكم سبعة وتسعين نوع سوي مقال بجسر سوق الياي تمام ما على قاسين حوالا هذا بحنا إنسان وحي يعني معرفة الإنسان إنسان ديب مكان الدور بيع سكر أصل كما كان لقوا حرام محايل ولا تعمل إيش عندكم وحنا هين ب تقص لبيج مني وحنا هين لكن وين بنات هاي مرك الله كلمه ولا سكر محايل الله بني حاجة اللي بعدها إذا قبل قلت أي مرك الله بني مع كل بيع العرايا بيع اللي بيع العراي العراي واحد ويدين زي واحد جديد الله ما شاء سمينا مرك الله سوبا دريو إن لك الإنسان بديو ريبا يبقونيسا لكن مرك واحد بنان لما شو سميلا يبغوا كل إنسان بدل كريم يسوب تلو دين دينه بنيس وأقول ما وأمرك أصفق بهني هاي أو بيرلي هاي أو مارك الله سبحان مثلا تمر بعو بحنا وكلا تمر تأو هاي السؤال كم في الله أصفق مارك تمر جد كت الله أيو كذي أنا يا وكذا أنا يا تمر كلو بيرنا مارك وسينا سكمل إذا كان سكوب دلنا يا مركز التوبة لكن تمر ثان قويني هذا اللي مركز إيه التوبة ميزان كله وسمع مع ما كان شغل صباحي مع ما شغل صباحي ولا بس هو مركز كلام بيع وميزان عن كلاير المركز اللي سكوب دلنا أرجع على مركز وضرورة وحاجة سرعة مركز وضرورة رخصة ولا لا مركز لا يعرف مع حكم كذا العمل بالرخصة مركز حد حكم كذا لا مرك الله يا رخصه تخفيضيتي يا تبيديتي يعني وحن اللي نغفر يدي نوع سلاحة اللي نغفر يدي ما كان على الله يا جرح قيبة دوري في الكعيس هل كموية هل كلا رواق إنه مؤدي يا رفعنا رخصه عرض الوحي مالا وحن كم من تخفيض الصعب يعني قف عبادتي أما واجب في مركز جوبي سبين كالوائي أو مركز المغزبي وحقوط صلاة حج في أي عمره أو كان حج في أي عمره وقف سبين كالوائي حوالا ما هيصطر أما قبل المحب ما هيصطر حج في أي عمره وكان عيان إلى هاي القمال سبحانه وتعالى محاول دليلة وحقوط دليلة ولله على الناس يجب البيت من استطاع إليه سبيلا قف في أول كرة أي مركز المغزبي نوع على بالي وتخفيض وتنقيص قف وحي مركه رغورها اعتراض بنا بالغي عينيها واسد مثلا صلاة أفر أفر تاعي وقف للربين وضوك أفر تبذوك وعسك أفر تبذوك عشان أفر تبذوك أي مركه مساكر يعني حارب يسعو السعادة وريد للدبتين بالغي عينيها أفر أفر تبا وحا لقد قيا لبالغي عينيها محاذ بليلة أقواش النبي عليه الصلاة والسلام هي فعل كيسيبة صلى الله عليه وسلم مركب صفراء يعني أنه الصلاة هو قابل جدا علمات وحيد صخرة فان مواجبة إن لك عبيه يسوى الصنع مواجبة إن لك يسوى الصنع سهلات يحبون دونها وحول الصلاة لك المزاج الناي إن لك عبي سوى جدا اللهم إلا إن القف صلاة أمي سريا أمي تكون يسموه لكن أصل وحوية صادق على تخفيف كان قيد الصدح هذه وتخفيف إبدال قف في أو عبادة سمين كالواية وحي لقرر سمين كالواية رسالة حلوه بدلا يوم حكا وحاوط الصلاة ويزدى وقف مكوان بيوايا
هذا المكان تامر الله عليه قفل سواء ضروره إنه شيء كتبه
وعلى غير الوضعين نفذي سيوة حتى بحيانه يعني مثلاً قبوله جوغا هذو طمعينه بجدوه وعلى غير الوضعين سنة نفضل أي مقاطعان وعلى غير الوضعين نمتجوه وفعين بسنة واحد لا لهاي بقوم يسوه وعلى غير الوضعين أيام الحالي سيريس وعلى غير الوضعين نفذي هالي سيريس وحوهات جبنة ويفضل يعني وحرامة ويفضل يعني مثلاً باب كذا باب مارتي نفس الصاعي أوقف هرب بها كل السعي أوقف نص نهاية شو أما وقف نهاية ما أدري أبي صاعي أصلاً وحرام يجي من مقر لكن هذا وقف لي ما أدري أصلاً كيف كذا لي يسكبنا هذا أما من نفس الله في العالم يسكبنا هذا وبنا هذا روح سيدنا كل ما سيدنا كل سعي كذا قل لا يوقف سوى لي سوى ما أدري ويسن سكر السبع سن كرول عرض بعدي شرط بعدي مرتاد وصعب أنا مرجع سبع معنا وجه من غرس أو مرجع يعني مرجع هذا أو راح من مرتاد ما كان غيره هذا مرجع طيب وحين مرجع وحيرية نفط وحيرية أما عقل وحيرية أما الدين وحيرية أما وحي ما تشرط وحيرية أما النص وحي ما تترك وحيرية أما ما هو وحيرية أنت وحي سامي كله بوريات بالهنا وحي كان باب الصيف باب الصيف هذه مرة أوعظه نكي عالمنا المفتي قد كان واجب نجذري إنه ما تشنت عن كل من العوائل أنا حرام في نجذري مكثرة إن شنت عن كل من الوحيرة وما شكسر ضرورة إلى مرح إيمان إسا وخصوصا في الباب كي يدوفر مياه أنواع الرسالة تتوضع مثل من الله تخفى سبورة قدرنا في المرة إن شاء الله تعالى طبعا إذا نجذري كذا فرصنا وعيانا في هذا المحبرة كمنا وقد اتكلم هذا الحاجة باهي بقى باهي والضرور مين باهي باهي صح ضرور وباهي نقف في نفتي سي وهلاك وقت غير ربيه وباهي لكن كان وباهي أن صممني ضرور يصم لي سنة هو الإحنا لما أقول لي قائد لكن حاجن مصم لي سنة أنا مجرد مرة يا مرة كنت في هذا يا حدي لو أخذ بحدي قفك ولا حدد يعني وقف على بعض الناس يسقى مرقى بروح يسقى شابين يا عامل كان مفيد على قبيه بشيء يعني مرقى سكت أيا قبيها مع عارف مقنع يا قف إن حاجب على الحمص سادت لقد قالوا واجب مرقى تصار ما أما شيء عارمي أي مرقى هو بقى أرجع سمعت وماشى سمير الحشبة الكلمان صح وأنا ماشى إسمار وقفت مع بعير وإيراني ayaa dadka u tiri wadaad markaas uu yiri arko ay qiblada aad u baahan tahay oo markaas aad u jeedinayay kalbiga kale ee jeer ee qofka ku wuxuu markaas uu duur wadaad waalaan baan qofka si sax ah u waalaan waxa laga helaa qofka yaani maartay su'aal doorka aalinta su'aasha diiniga ee markaa hore ee waxa la qoodo ee siyaasad oo ku siyaasad liisa kadib markaa su'aashu uu ku diiyo waxaan markaa u jiraa dadka ku xaqaqay ama laakiin wadaadku ku dhawayo si uu raadsoo qiiqii sabab u dhalay arga soo xikay ka tarjumaysa di mixnay ka tarjumaysa tusaale waxa uu wax u galay nin baa waxa laga yaabaa inuu doonayo inuu ka baxsado nafaqadii u badbaadisi aanu ku soo galay marka Soomaali dadku wax shaqeynaya sida ay qofka dumarka ay u xamaartay iyo sida ay u dhagaartay iyo sida ay sarxinta u baahanay inay ku bayeen مرك سبحان الله قوي سعين كاسة مية نفقات الله جل وعلا حتى ما عبد السماء وعلى الله لا تعرف السماء اللي بدل تمضي في هذا من كيسات السماء وعين كاسة مليارة عين أنا أسفح سقامية أيضا أنا وحاجة وباهين لو باهين شيئا باهين ما كان شيئا يعني سعي رخصة يقتنع له أولوي يعني من كيسات سارعان قوي سياسة أنا نفقات سقامية الله جل وعلا مثلا أما قبل أولوي يعني إنا نبغى إسكاف الطائرة يكون مكان تجسارة أنا يا حبيبي وميشا ميشا أي كلا تقول ذلك أول رقم في نص الكاي إن ما جاء رقم واحد حبيبي يا الله رقم أصلا بعد الشيء أنا يا حتى يصير كل شيء وأنا رقم يا الله رقم بقولي واحد أنجلينا هذا الشيء إلى أن الله سبحانه وتعالى ربي وكبره سيدا يسوع سليا هاي الله ما رجع عبسي سوى جدا وآخرهم بكان راعي ماي أما واحد وكهرب يا عيالة أنا ما أتحدث كثيراً عن ذلك يا الله رأيك سيدي 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 مثلاً
iyo doobaha ay ku qasbeen doono oo qoreynno oo ka dhigan.
أما بتفسير أنا على تفسير الجيل دليل كأصل كا هي لغة كأصل كان على وعي القرآن ما أنت تقول بيانا واحد يقول بيانا صوت عين عقاب نوع صدق يقول بيانا عقاب دليلنا هاي يا رب ساتا مكادين ديري أمرنا سبحانه وتعالى هذا ربنا يتعالى بكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاه الله خير جزاء الشيخ القاتل الشيخ عبد الرحمن عافية المدرس طيب كل إله وكبر إيمان جانس حسنة كل ربي سيكوا وكل آخر إنك أنا من غير يقوى هذا هو نادي سقاطة كل عام الفرح هذا اللي هو اللي ما تقدر تسيء وحي أتوقع كل يوم إن شاء الله هذا اللي بعده تقولي لما تعلم لما تسأل سوى حد فقد الجماعة من الدولة وبعض وكان النادي لا يشمل ولا يشمل دولة مركا ويحصل من سؤاله في شريعة كان سؤاله من سؤاله هو يحصل من ضروري سؤاله هو المهم كا ما نقول له بس أي بدون له بس ما بقول له مركا وسوق من كا وكل فرع سؤاله في أشخاص شخص شخص تابنا يا ربه في السياسة وكل حكومة بهذه الناس كثيرة لكن سؤاله فقيا ربه كجواب سا مهم كا مركا وارجع إنه يبطل بهذه وصوب بكتان إن شاء الله ما نبطل بسه وحاوز بسه بكتونا قرضا قابل سنة عرمها عن المسكة فرداتي لا إرادة هذه ألاب المطور سيدي شراء عليه السلام المشاهد ومعن سنة الله يمعيش إرادة بصة أخام عن ملوزة وركرة سيدة عن ألاب الرمي حالوريه لكرا ميسا ألقى سسكي سيدي بعد ربيه لبنعة إن شاء الله ما ممكن فرديا حياتكي لكتان طفكي وحيوما ألقى سكي إلى رأي وأنا كنت من عرامة ولا من حسن الله.